السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف. قرب لكم شوية. هل في عشوائيات في أوكرانيا؟ الإجابة بالمفهوم اللي احنا نعرفه في مصر مثلا لا، لكن عشوائيات بمفهوم أوكرانيا موجود. بمعنى ايه العشوائيات اللي موجودة في أوكرانيا والناس اللي هناك شكلها عاملة ازاي؟ اولا العشوائيات في أوكرانيا هي مناطق زي المناطق الريفية بالضبط، بيوت قديمة من أيام الحقبة السوفيتية، بيوت خشبية متهالكة، أحيانا بتعاني من مشاكل كتيرة، والناس اللي جواها بالتالي مرضانين وعندهم مشاكل وبيتعالجوا باستمرار إذا كانوا أصلا في مستشفى قريبة أو في أي رعاية صحية بتغطيهم، لأن معظم الناس دي يقولك الدولة مش حاسة بينا، إحنا خارج غطاء الدولة، العالم أو الشعب في حتة وإحنا في حتة أخرى. وده وجهة نظر ناس كتير عايشة في الأماكن العشوائية دي. البيوت قريبة من بعض، مفيش أسفلت، مفيش خدمات عموما، يعني مفيش بوسطة، مفيش بنك، يعني دي حاجات عالية قوي انت بتحلم، مفيش مثلا أقرب نقطة شرطة على بعد 10 كيلو، حاجات من دي. فاللي هو عشوائي الحياة هناك بدائية، مفيش سوبر ماركت، مفيش حاجة برادوكت، يعني الناس بتحاول تخدم نفسها، تعمل تخبز هي الخبز عندهم، ما بيشوفوش اللحمة بشهور كتير، عادي جدا. الأكل الأساسي ده أكلهم، عيالهم قليلين يعني بيروحوا المدارس، بس يعني المناطق دي بتمتاز أو بتتميز، مش هي مش ميزة بس يعني هي أصلا فيهاش عيال، مفيش حد بيتجوز جديد في المنطقة دي، كل اللي بيتجوز جديد بيسيب المنطقة، لكن اللي بيقعد فيها كبار السن. وتلاقي كبار السن ممكن مش حركتهم قليلة زي عندنا مثلا في الدول العربية، لا نشيطين وكل يوم لازم تنظف وتعمل ومش عارف، على قد ما بيقدروا المكان بيفضل برضه مش نظيف، راعي المكان رطب طول الوقت، الشمس تقريبا يعني ما في بعض الأماكن الشمس ما بتخشهاش. عندنا مثلا عشوائيات في مصر بتلاقي بيوت يعني لازقة في بعض، بس 3-4 أدوار، عندهم يعني كبيرك دورين، ما بتلاقيش بيت أكتر من دورين، ومتهالكين طبعا، وممكن مش ممكن ده أساسي، البيت الواحد فيه أسرتين ثلاثة، 2 ستات كبار، ناس معهم بنتهم العانس اللي عندها 40 سنة، أب وأم وبنتهم، يعني ممكن الأبناء الأطفال الصغيرين يجوا الأجازة، يلا نروح نقضي الأجازة في الخرابة عند جده وعند تيتا، ويروحوا هناك. فالمكان غير محبب حتى للأطفال، بيبقى يوم تعيس بالنسبة لهم، يعني بيعدوا الساعات علشان الوقت يعدي ويمشوا، بيقعدوا يوم بالكتير او حاجه زي كده. المجيء اصلا للمكان صعب، لان ما فيش يعني ما حدش عنده عربيات تقريبا، كله معتمد على الاوتو ستوب او تاكسي او كده يجي لهم من اقرب قريه. فحياه صعبه، لكن بالنسبه اللي عايشين فيها لا سهله، ده اتعودنا على كده، ما بيشوفوش المدينه او القريه او اي حته فيها عمار او حياه طبيعيه الا مثلا مره كل كام شهر، يعني ما بيحتاجوش يروحوا هناك اصلا، يعني اللبن عندهم، الجريتشكا بتجي لهم اول باول مثلا، حد بيجيب كميه وهو جاي ويجيب لهم معاه، ابن الست مثلا، ست كبيره ابنها بيجي لها كل شهر ويجيب لها الخزين. ناس طبعا بيعتمدوا على المزروعات اللي عندهم اللي بيزرعوها في الصيف ل4-5 شهور، اللي هم الشمس طالعه زي دلوقتي كده، ده بدايه على فكره موسم الزراعه، احنا النهارده كام 20 ابريل، ففي موسم الزراعه دايما بيبتدي الناس تشوف بقى هنزرع ايه، عايزين طماطم، عايزين خيار، عايزين بطاطس طبعا اساسي، ويحطوها في مكان ممكن تحت البيت في اوضه او حفرين مقفلين اوضه معينه اللي هي اسمها التلاجة، ناس كتير اتكلمت عليها وانا اتكلمت عليها قبل كده، المكان اللي بيخزنوا فيه او مكان الخزين بتاع الفاكهه والخضار، ويعيشوا عليها طول السنه ما عندهمش مشكله خالص. انت لو عشت معاهم طبعا بتتعذب، يعني لو قعدت معاهم 3-4 ايام بتتعذب جدا، يعني ابسط شيء او الطلب المطلب الاساسي الاول لكل واحد التي اند دي اللي هو تويلت اند دوش، او هتشوف تواليتي هتشوف دوش، انت ما الدوش في بانيا او ممكن عاملين خرطوم كده انت تستحمى بيه، او يعني ليهم آلية معينة، لان انت عارفين في الجليد كمان المية بتتجمد، فانت لو حتى عندك مصدر مية من الاعماق هتيجي وهي طالعه لك هي اصلا مش هتطلع، ده هتبقى متجمدة، فلازم مكنة معينة او جهاز معين بيسخنها علشان تبقى
منطقة ينفع تتحرك، المية لو كملت خلاص مش هتتحرك، مش هتروح في حتة، حتى مية الصرف. والناس دي معظمها عندهم الصرف في مواسير للأرض كده، فبرضو هتتجمد، فلازم تسخنها علشان تبعد، وإلا هيتكوم عندك الفضلات قد كده. فلازم كل ده بره البيت أصلا، حتى لو تجمع وتجمد فبره البيت. فبتروح هناك الريحة فايحة، طبعا مربيين حيوانات والحيوانات دي بتجيب حشرات، وده في الصيف، في الشتاء كله متجمد، سواء أرانب بقى ولا فراخ، بيربوا أرانب وفراخ كتير على فكرة، وفي ناس بتبقى عندها بقر. فدي حياة العشوائيات، ناس تسميها بيوت ريفية، لكن الريف فيه أنواع منه كتير، وفي ريف منظم حديث، وفي الريف بقى اللي هو بره الخريطة محدش مهتم بيه، اللي هو الشكل ده وهيفضل على الشكل ده بس. هو ده الحياة العشوائية، وحكيت لكم الناس اللي عايشة عاملة ازاي ونوعها ايه. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، ورمضان كريم، وخلاص احنا ايه عدنا 10 ايام من رمضان. يلا نشوفكم على خير في حفظ الله، لا مش 10 ايام، بقالنا اسبوع بس. يلا نشوفكم على خير في حفظ الله. سلام عليكم.